أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأرغب في قراءة مختصر تفسير البغوي على جماعة المسجد، وقد قدم فضيلتكم لهذا الكتاب المختصر، فما رأي فضيلتكم بين المختصر وبين تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، علما بأن جماعة المسجد أغلبهم عوام؟ كلاهما طيب، كلاهما طيب، أو تفسير ابن كثير كلاهما طيب على منهج السلف. نعم.